صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2019. جاء فيه: بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019 تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء الأول من شهر يناير 2019 والموافق للخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر 1440 هجرية.